نقدر نستفيد من دخولنا إلى داخل موقع المدرسة. في البداية أنا أتوجه لعند صفحة الأحياء ياسر أحمد العلي. لما أطلع على صفحة الأحياء ياسر أحمد العلي بشوف أنه هذا اللوجو تبعها، هذه الصورة الرئيسية، وهذا هو الصورة اللي احنا نعتبرها بمثابة اللوجو. بننزل تمام إلى أن نصل إلى ثانوية عمر بن الخطاب، تمام. أضغط عليها، بمجرد الضغط عليها راح تبتدي تحولك مباشرة لعند الموقع. هذا الموقع بالصفحة الرئيسية أمامك، هون إعلانات العامة للطلبة، جميع الأعمال الإلكترونية، جميع الامتحانات الإلكترونية، المحاضرات المصورة، المحاضرات الخاصة للتوجيهي، الملاحظات السلوكية والانضباطية، المواقع الإلكترونية للمعلمين، دوسية المعلم ياسر أحمد العلي، علامات الطلبة الشهرية للمعلم، محاضرات الباوربوينت للصف الأول ثانوي، وجميع الأخبار اللي من الممكن أنك تستفيد منها. طبعا أنا مثلا لو أخذ مثال، لما أنا بضغط على إعلانات عامة، من خلال صفحة الإعلانات العامة أنا بلاحظ أمامي أنه مثلا هذا الإعلان الأول، مواعيد الامتحانات النهائية والإكمال، هي معلنة أمامك. مثلا بالنسبة لقانون الإكمال لعام 2017 و2018، الإعلان لقانون الرسوب، الأسباب الموجبة لرسوب الطالب، 1 2 3، وقانون الرسوب بالغياب فقط، معطينا قانون فيه نسب كثيرة، فنحن حبينا نوضح لك إياها. في حالة وجود عذر رسمي، صف الأول ثانوي ممنوع أيام غياباته خلال العام تتجاوز 39 يوم، التوجيهي ممنوع خلال 10 أيام. أما بالنسبة لي، في حالة عدم وجود العذر الرسمي، بهيك حالة راح يكون لطلاب الصف الأول ثانوي 10 أيام، في حين أن التوجيهي ممنوع أكثر من 5 أيام. هذا هي مجموعة مثلا الخاصة بالإعلانات العامة للطلبة. مثلا أنا حبيت أنه أدخل على، مش إعلانات الطلبة، حبيت أن مثلا أنا أدخل على موقع الخاص بالعلامات، بإمكاني أنه أنا أرجع على الصفحة الرئيسية، ومن خلال الصفحة الرئيسية بستطيع أنه أنا أصل إلى مثلا العلامات المتوفرة على الموقع. مثلا هذه العلامات الخاصة بالمعلم ياسر أحمد العلي، بضغط، طبعا هذا للعام الحالي وهذا للعام الماضي. للعام الحالي بضغط عليها، بلاحظ أنا أمامي أنه تطلع معي جميع المجلدات الخاصة بالعلامات، مثلا للمعلم ياسر أحمد العلي إلى الصفوف هو اللي بيدرسها، صف الأول ثانوي وصف التوجيهي. هلا بالنسبة لصف الأول ثانوي، بلاحظ أنه العلامات اللي فيها بتكون مجلدات على شكل صف الأول علمي، جيم أو عفوا دال، هاء، واو، زين، في حين أنه مثلا بالنسبة للمجلدات تبع التوجيهي بيكون موجود ومرفق معهم. فبإمكانك أن تضغط أنت على أي مجلد من المجلدات والاستفادة من هذه العلامات والاطلاع عليها أول بأول. قبل ما ننهي هذا الفيديو، لأنه ما بدنا نطول أكثر من هيك، بنلاحظ أنه بيصير عندنا مراجعة دائما لهذا الموقع. هذا الموقع نسبة التحميل فيه عالي جدا، مهم جدا، بيكون له أهمية بأنه يبلغك أول بأول في جميع التطورات اللي أنت بتخصك. ولهذا أنا بقول أنه الجميع الطلبة عليهم أن يضغطوا ويتابعوا علاماتهم. وطبعا كذلك يفضل كذلك لأولياء الأمور، لو حبوا أنه أولياء الأمور أن يتابعون مستوى العلامات. حبيت بس أوضح من خلال هذا الفيديو شو اللي يخص هذا الموضوع، وكيف أستفيد من مجموعة أو من موقع المدرسة. كان معكم المعلم ياسر أحمد العلي. السلام عليكم ورحمة الله.